خبر التاني، خبر التاني ده خبر مهم جدا. هو ده، خلينا في الخبر التاني. خبر التاني ده خبر مهم للغايه. ماشي. ليه بقى؟ لان لجان الفتوى بمركز الازهر للفتوى الالكترونيه تلقت سؤال عن حكم الدين في كتابه الزوج لقائمه المنقولات للزوجه، وهل يجب على الزوج كتابه القائمه اذا طلبها منه ابو العروس ولا لا. كان الرد ايه بقى؟ المركز في تقريره قال ان المقرر في شريعه الاسلام ان الزوج هو وحده المسؤول عن اعداد وتجهيز بيت الزوجيه، ولا شيء على الزوجه ولا على اهلها في هذا الامر. ولما صار عرف المصريين على التعاون والمشاركه في امور الزواج بين الطرفين، كان من حق الزوجه ان تكتب كل ما ساهمت به واهلها في اعداد بيت الزوجيه في قائمه منقولات تثبت فيها حقها. ثم صار بقى العرف بعد ذلك على كتابة كل تجهيزات البيت في هذه القائمة واعتبارها جزءا من مهر الزوجة. من هنا بقى انهالت التعليقات طبعا على الخبر ده، ان المفروض طبعا ناس معه وناس ضده، والموضوع قلب بخناقة وشد جامد جدا. وعشان كده الرجالة دلوقتي بقى بتقول لك ان مفيش احسن من العزوبية، بلاها جواز خالص. انت رأيك ايه بقى؟ والله يعني هو الجواز يعني زي ما بيقولوا دايما، هو الكلمة أوقات أنا ما بفهمهاش، اللي هو شر لابد منه، فلازم هنتجوز. بس يعني اللي أنا شايفه بكم الطلبات وبكم أنت ليه أنت بتنعي؟ أنت مش بتقول أنت بتقول ولا على هيئة نعي، ليه كده؟ عشان يعني إحنا معقربين الأمور خالص، معقربينها جدا جدا جدا. قايمة وأنا مش عارف، أنا اللي جايبة النجف وأنت اللي جايب اللي مش عارف إيه، النيش والبيش والأفلام الهندي دي كلها. طب ما نسهل الأمور على بعض، أمال ليه دلوقتي مصريين يعني دلوقتي بيطلعوا يتجوزوا اجانب؟ عشان مفيش هري، مفيش وجع دماغ. بس بص، اي لاف يو بيبي، اي لاف يو تو، اي ام فروم رشا، اي لاف يو تو. بس وشكرا. كاس العالم، كلكم مستنيين كاس العالم، وام رشا كمان وكل ماشي. هنشوف انتوا هتعملوا فينا ايه. هترجعوا كلكم على فكره، ايديكم خاويه. انا قاعد هنا مش عارف حته عشان تبقوا فاهمين يعني، ولا هتروحوا وترجعوا كده، عشان كلكم قاعدين مستنيين رشا دي، ما نشوف اخرتها والله. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انتوا النهارده